شفتوا انتوا ايه؟ يعني المايك وقع بينهم الواير فيهم. هتبقى النهارده حاولت اجيب لكم بصراحه كابل بدل الواير ده، اللي ده خليه تيب بس ما صعبنيش. عامة الواير ارمد ده بيبقى المفروض ان هو افضل بس اغلى. طالب يعني حمايه للكابل بالذات برضه السجن بتاعه اكبر من التيب اللي بيتلف. لكن في الاخر الفانكشن هو هدفه ايه؟ ميكانيكال بروتكشن للكابل. كده اتكلمنا ببساطه شديده بدائيه خالص خالص، يعني ايه ماسوره، يعني ايه ترين، يعني ايه ترانك، يعني ايه سلك، يعني ايه كابل. شفتوا ليه الحاجات بعينيكم في التفاصيل. نتكلم بقى على طريقه ترتيب الكلام ده عندنا في الارض الواقع في الموقع عندنا. ناخدها بنفس الترتيب ده كده معانا، وايه الحاجات اللي ايه نهتم بيها ونبص عليها بطريقه ايه سريعه كده. هنبداها بالمواسير. هبدا معاكم بالمواسير. في المواسير عندنا واحنا بنركب في المواسير، اول حاجه عندنا بنركب فيها فوق السقف الصوت. ناخدها في الخرسانه دلوقتي. عايزين؟ ليك 10 دقايق من الجامعة. نكمل بقى الجزء اللي كنا بنتكلم على موضوع التشريعات. يعني انت بتوزع عندنا في الموقع نفسه استعمالها ازاي؟ هل النهارده التفاصيل الحاجه بتتعمل ازاي وفي نفس الوقت احنا بنبص عليها اول حاجات اللي تهمنا شغلها. فاول مرحله او اول خطوه بتظهر معانا اللي هي موضوع المواسير اللي راكبه في الخرسانات نفسها في اثناء الصب نفسه. دي بيبقى هدفها الرئيسي ان احنا نعمل زي ما اتفقنا نوب المسارات جوه الخرسانه نفسها عشان نقدر نوصل ايه السلك للمكان. لسه السلك ما اتسحبش بس بنفضي له مكان عشان اعرف اسحب بيه السلك بتاعي ده. فالهدف الرئيسي واحنا بنعمل القصه دي او الطريقه الرئيسيه اللي بنعملها احنا بنعملها يعني سيبك ان انت شغال في مكان زي ده، انت واقف على السقف انت شايف اصلا، لا انت شايف اوض ولا مميز اوضه دي فين ولا المخرج ده هيكون فين ولا عامل ده كله ايه. فبيبقى الهدف او الحاجه الرئيسيه اللي موجوده معانا عشان اعرف اشتغل الشغلانه دي لازم يكون معايا شوب دروينج او معايا صح الرسومات التنفيذيه. والرسومات التنفيذيه دي وهي بتتعمل لموضوع الخرسانات ده بالذات لازم تكون الابعاد كلها مش من حوائط او مش من مخارج ثانيه او مش من او من يعني الريفرنس الرئيسي بتاعي يكون من كمر او عمدان. يعني هو بيعمل لي في الرسمه وانا بحدد في الرسمه بتاعي المخرج الفلاني وموضوع في الحته الفلانيه ابعاده ايه؟ طول وعرض. ماليش يقول لي مثلا بعده من حيطه او بعده من مخرج ثاني او بعده مش عارف ايه، يكون الابعاد اللي مرسومه عليه من كمر او من عمود. ليه؟ ان انت واقف على الخرسانه انت ما انتش شايف اي حاجه غير كمر وعمدان بس، هم دول الحاجتين اللي بيبقوا باينين من الجماعه بتوع مدني بقى من شغلنا احنا. فهم دول اقدر ايه؟ انسب منهم ابعادي عشان ابدا ارص الايه؟ المخارج بتاعتي. فبتبقى اول خطوه ليا في شغل الخرسانه دوت او شغل الامبيدد الخرسانات ان لازم بحدد المخارج بتاعتي مكانها فين. دي اول خطوه بعملها، بحدد اماكن المخارج بتاعتي وابدا ارص فيها الوسط. وتبقى بقى المخارج ده في النص بتاعتي عندي او نزلات هتيجي بعد كده على الحيطان او مكان لوحه او مكان بواط ايا كان. المهم حاجه مسار انا همشي في السقف هبدا انزل منه. انزل بقى على الحيطه، انزل في نص مخرج، انزل ايا كان بس انزل منه خالص. هو ما اخرج نفسي بره ضغط السلابه نفسها بس وخلاص. دي اول خطوه ليا، بحدد اماكن المخارج بتاعتي. بحددها منين؟ المفروض عندي على الدايمنشن من العمود ده متر، من العمود ده نص متر، من العمود ده مش عارف ايه، واخش شمال كده وهكذا. دي اول حاجه ابدا ايه اثبت البوكسات بتاعتي. البوكسات اللي هي زي البوكسات المدوره موجوده هنا دي، هو ده البوكس المدور اللي ايه اللي عاده بيشتغلوا بيه في السقف. دي بيعمل ايه؟ بعد كده مسلم البوكس بتاعنا. اول حاجه اللي عندي ورين احنا واقفين كده على خشب، خشب معمول وطابق حديد معمول. فيهمني اعمل ايه؟ انا عايز بعد كده لما هشيل الخشب ده يبص يلاقي تحتيه ايه؟ بوكس مفتوح في ماسوره. ده معناها ايه؟ ان لازم البوكس ده يكون متثبت عندي فين؟ على وش الخشب. لازم البوكس ده لما اجي اثبته اروح مثبته في الخشب نفسه عشان لما اجي اشيل الخشب ابص الاقي ايه؟ فتحه بوكس عندي موجوده والماسوره ظاهره فيه. فدي اهم حاجه عندي ان البوكس ده يتثبت على الخشب كويس جدا غير سامح ان ممكن ايه؟ مونه تخش
ما بين البوكس والخزنه تسيبه لي. في بعض الناس بيعمل لك ايه؟ انه بيحجز سبيس بس. سبيس يعني ايه؟ دي حاجه زي كده بتنزل دي عباره عن فوم، حته فوم كبيره كده حاططها شغله مكان والماسوره داخله فيها، بحيث حجز مكان هنا هيركب بوكس، بحيث لما يصب الخرسانه وي 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 كانك بتعمل قالب، قالب صلصال ولا قالب اي حاجه، بتعمل ايه؟ عندك الكتله نفسها وبتصب حواليه، فلما تيجي تشيل الكتله دي تلاقي الفراغ اللي انت عايزه ايه؟ موجود. هو ده اللي احنا بنعمله، احنا بنصب فراغ، بنحجز مكان عشان لما يصب الخرسانه يبقى فيها فراغات ايه؟ شغال عليها. فاهم حاجه؟ طبعا بيحجز مكان المخرج نفسه او اثبت البواط او البوكس بتاعي فين؟ على وش الخشب. دي من اهم الحاجات، بتثبت كويس على وش الخشب. بيثبتوه بقى هنا بيعملوا مسامير حواليه خشب ويربطوا في حاجه اسمها سلك رباط حواليه يثبتوها، يا اما في بعض الانواع من البواطات الثانيه فيها زي ودتين تانيين كده من الجنب، بحيث يثبت مسامرهم خشب او يحطها في الخرسانه، يحط البوكس ده كده والمسمارين من الجنب ايه؟ بحيث يثبتهم كويس على وش ايه؟ خلاص؟ بيبدا اول حاجه بعملها ايه؟ اثبت كل المخارج بتاعتي، وبعد كده تمشي مسارات بقى، انه عايز ايه؟ المفروض الدايره بتاعتي رايحه من المخرج ده للمخرج ده، من المخرج ده للمخرج ده، ومن ده نفس اللي له، او من المخرج ده للمفتاح بتاع او من المخرج ده اللي مش عارف الحته اللي في الكاميرا الفلانيه، ده كله حسب مين؟ رسومات الشوب درونج اللي في الدايره. بطلع من هنا لهنا، من هنا وهكذا. يبدا اعملها ازاي دي؟ من خلال المواسير نفسها، البوكس ثبته، ببدا في البوكس نفسه ادخل الماسوره فيه، الماسوره وعلاقتها مع البوكس الخرسانات لازم اكون مركز كويس جدا انك شايف حاجه اسمها جلو، جلو اللي هو لزق، بيجي لزق بيجي مع المواسير اللي هي بلاستيك دي، بتدهن عليها من بره كده وتروح جاي مثبتها كويس جدا. اللزق ده هدفه حاجتين، اول حاجه انهم يمسكوا بعض كويس جدا اثناء الكونستراكشن، ما يجيش اي سبب ما حاجه تدوس عليها او تعمل حاجه تفضهم عن بعض. الحاجه الثانيه انها بتفيد لو في فراغات ما او ما بين دي بتسدها لي تماما. لكن انت بتصب مونه، مونه فيها حاجات سايله ممكن تخش، اي حاجه هتخش تكسر توصل لي الفراغ اللي انا حاجزه ده وسددهولي، يبقى كل الشغل اللي انت عملته ايه؟ هيخلص. فلازم مهم جدا عندي ان اطمن ان مصاري سيلد تماما، معزول كويس جدا على العالم الخارجي بتاعه، عشان اقدر محتفظ بالفراغ اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه ده. فنبدا ايه؟ نعمل ماسوره بالجلو بتاعها ونثبتها، وتفضل بقى ماسوره في بوكس، ماسوره في ماسوره، هنطول، هنعمل ايا كان، ويبدا يعملها في ايه؟ المحاضر اللي كل بوكس دي فوم عامل فيه حاجه، في حاجه مثلا الفوم ده اللي عامل معايز في حيطه مثلا، يعني كنت احط لك الفوم في الحته دي دخلت الماسوره عليها منها، خلاص كده لما يجي تيجي انت تشيل الخشب اللي تحت هتلاقي الماسوره ظاهره ايه؟ من على وش السقف، وكمل انت بيها ايه؟ على الحيطه بتاعتك وخلاص على كده. وكذلك ايه؟ الماسوره بالسلامه، تلاقي الماسوره على طول متثبته له ايه؟ يا اما بتثبت لك مسامير، يبقى بقول لك سلك الرباط اللي ايه؟ اللي بقول لكم عليه. انت عايز تخرج بره نطاق السقف، صح؟ ولما تشيل الخشب زي ايه؟ اللوحس صوم فوق بالظبط، مش صوم اللي هو مظبوط، ده صوم اللي هو بيبقى ناشف كده ثابت جاهز، لو بتاع كده على بعضه بيطلع حته. ده بقى انا بحجز بيه مكان، هو بيحطه على وش الخرسانه لازق بيه ومدخل الماسوره جوه، بحيث لما تيجي تعمل ايه؟ لما تيجي تشيل الخشبه بتاعتك شايف ايه؟ هتلاقي الفوق بتوع جاي مخربشه موقعه، تلاقي الماسوره ظاهره معاك. هو بيحجز هنا على فكره، هو ده حجز المكان ده ليه 20 طريقه. في ناس ثانيه بتروح جاي طبعا في الشغل البلدي، يجي الماسوره نفسها عليها معديها ما بين الخشب. خلاص بس طبعا الماسوره ساعتها بقت ايه؟ خشب عليها، انت عصر الماسوره عشان تعرف تعديها من خشب، ولا هتسيب سبيس يعدي لك اسمنت. فدي طرق، بس الطرق السليمه عشان تطلع الماسوره سليمه مش متكسره ومش معصوره، انك تحجزها بالمنظر ده، يا فوق يا بوكس بواط محطوط داخل جواه. في نفس الوقت انت ما ينفعش تبقى الحته اللي تحت دي مفتوحه والاسمنت يفضل ينزل منها، فانت عايز سوليد وفي نفس الوقت محجوز المكان. فدي الحاله اللي امثل ليها موضوع الفوم ده، فوم اللي هو جاهز مش فوم مظبوط، فوم هو فوم جاهز بيتباع كده سوليد، انت بتحطه متقطعه وتحط فيه الماسوره. لو نفس الشكل ده هو شغل اللي بيرمز كتير جدا، بنحطه بس نحجز بيه مكان مش اكتر. خلاص؟ عقبال هنا بقى المواسير نفسها شفتوها صلبه سوليد، عشان افنيها بقى واعمل القصه دي كلها بيجي اكسسوارات معاها، حاجه اسمها زي سوسته، تيجي حاجه ناشفه كده كبيره تخش جوه الماسوره. السوسته دي غير سوسته سحب السلك، الناس ما يتلسع على الامر، ماسوره بتخش جوه السوسته الكبيره دي، بس بتملى الفراغ اللي جوه الماسوره عشان لما تيجي تتنيها ما تتطبقش او ما تتكسرش. ساعات بنعملها في بعض الحاجات اللي هي السكن بتاعها بيبقى كبير بشويه تسخين،
حاجه اسمها هيت جن كده زي الاستشوار، بس بيدي حراره اعلى شويه، بتتسلط كده على الماسوره بحيث ايه تبقى فيها مرونه شويه تبتدي معاك، بس لازم يكون محشيه من جوه الصوص اللي بقول لك عليه. او طبعا في صناعيه ثانيه بتتجه بتحشيها رمله، بالفرق كله رمله لحد ما تبني تماما، عشان الماسوره لو ما عملتش كده تبدا تتطبق معاك وتتجعد، تاخد شكل مش مظبوط. هم دي طرق صنعه الصناعيه اكثر هم اللي بيعملوها في المهندسين، بس ده اللي عنده مش بس اللي بيشوفه هو شغال. ويعملها في اصل الصنعه خد بالك انها تقول لك ايه؟ ايه سبب دوران؟ كل الدوران دي تمام؟ هي اصل الماسوره صلبه انت عايز تبنيها، فلازم تعمل طريقه شكلها في الحته دي بس. الحته دي بس انت بتحط بتدخل السوستة اللي بقول لك عليها لحد ما توصل المنطقه اللي هي انت المنطقه دي هتبتدي وصلت السوست هنا تبدا تتجنن شويه. مفيش هواء بسخن. مش شرط هواء، دي شرط هواء. ما بشبطش حاجه، بقول لك انا بحط الماسوره بدخل فيها السوست دي من جوه، خليها من جوه ومن بره بسلط عليها هيت جن. هيت جن يعني استشوار خلاص، فسخنت تروح جاي تانيها بايدك خلصت خلاص. شيل السوست. بقول لك رمله. فين بدل السوست دي بيحطوا رمله. بيحشوها رمله. خلاص عملت النتورك بتاعتك كامله لحد ما توصل ايه؟ دي شكلها اللي انا شايفه ده، دي مكان اللوحه، كل المواسير صبه هنا. دي شكلها كده مكان اللوحه عندي في الرسومات. طبعا ساعات بيبعتوا عمال الابداع جدا المنظر ده. يعني بيعرفوهم شغلهم، تخيل انت سبيس بالحجم ده كده، الخرسانه عباره عن بلاستيك. لا هو خرسانه ولا هو مش عارف ايه، فساعات بيضايقوهم شويه. فساعات كده بيطلبوا معانا بيقولوا معانا ايه؟ خلينا بس نحاول نفصحهم شويه عن بعض عشان المونه تخش ما بينهم. طلع بشكل ايه؟ مشاكل موقع المشروع عليه. في بعض الحاجات برضه اللي عندي مسارات طويله. مسارات طويله جدا في المكان في البوكسات. انا النهارده المفروض اعمل ده ليه؟ عشان اعرف اسحب سلك بعد كده. الخطوه اللي عملتها عشان كده. لازم اكون في اعتباري ايه المشاكل اللي واجهني وانا بسحب سلك عشان اراعيها النهارده. طبعا احنا بنفكر في صناعي كده، اكشولي احنا عندنا مواصفات تقول لك اعمل واحد اثنين ثلاثه. فايه المواصفات دي والسبيكس تقول لي اعمل ايه؟ انا حابب بس اقول لك بحاول اقول لك ليه السبب يعني. المواصفات تقول لي عندي لو انا همشي في مسار رن طويل مسار سالك تقول لي مثلا سلك ماشي او ماسوره ماشيه من حته لحته ما فيهاش اي تفاعلات في النص لحد ما الغاز يدور بعيد شويه ولا حاجه. لو المسار ده زاد عن 12 متر من 10 الى 12 متر لازم احط حاجه اسمها بواطه ليه او بول بوكس في الطريق ده. ليه بحط البول بوكس ده؟ عشان لما اجي اسحب سلك بعد كده تتخيل مسار طويل جدا عايز تسحب فيه سلك، فانت بتعمل ايه؟ خطوات سحب السلك انك هتدكك حاجه اسمها سوسته هنعرفها دلوقتي عشان تقدر تسحب السلك ده. فاقصى مسار تقدر تمشيه بالسوسته دي وتوصله الحتت دي كلها. في ناس بتعمل اكتر من كده بس بتعمل حاجه النورمال اللي المتعارف عليها او السهله، انا مش بحاول اصعب على حد الحاجه. يقول لك بنحاول 12 ايه؟ 12 متر. مش مسار طويل 12 متر هتلاقيها انت شفتها حوالي تعمل حوالي اربع مواسير. شفت 3 متر 12 على 3 متر حوالي اربع مواسير. فكل اربع مواسير تروح يعمل ايه؟ بواط بنسميه بواط تبييض او بولكوس. ده اللي بنعمله. هدفه عشان لما اسحب سلك. لو قلت اي وظيفه خالص بيريحني بس من السحب، مجرد ما سحبت السلك وخلصت كده بفضل مش خلاص. الشرط الاولاني المسارات لو ده طول عن 12 متر ركب بول بوكس. الشرط الثاني لو عندي بندنجز كتيره. بندنجز كتيره يعني ايه؟ زي ما انت شايف كده هنا انا هعمل دوران 90 ودوران تاني 90 ورابع. هيروح هنا تعمل دوران تالت. كل ما بتعمل دورانات في الماسوره دي بتصعب سحب السلك في المرحله المتبادله. دي بتسحب سلك تخيل في الثانيه في الثانيه في الثانيه، حتى لو جيت لعبت لعب بعد بتلعب باي حاجه عندك وفيها تجارب كتيره تيجي تشد منها بيبقى في صعوبه غير لو هي ايه؟ عدله وطويله. فكل ما البندنجز زادت كل ما بقت فيها ايه؟ صعوبه. فقال لك خلاص يبقى كده ايه؟ اول ما يحصل عندي اكثر من تو بندنجز اكثر من تو بندنجز هو لما اقول بند اقصد بقى 90 سم 90 زاويه 90 زاويه 90 جيت من كده وغيرت مسار كده وغيرت مسار كل تو بندنجز انا بقول بوكس قبل بول بوكس في بعض المواصفات من خلال ممكن 3 بند لو حجم الماسوره كبير، لكن عامه من احنا والدوائر عندنا كل تو بندنجز او كل 12 متر اركب بول بوكس. يعني ممكن تلاقي بوكسات محطوطه وشايفها مش مخرج، لا فانت على الرسومات عندك وانت بتعمل رسومات التصميميه مش محتاج مش هتبين انت البول بوكس والكلام ده، دي حاجات بتبان على الرسومات التنفيذيه وليس على الرسومات التصميميه. هنا رسمة التصميمي بتاعي ما فيش غير المكان بتاعك بس، هنا النهارده هنا في مخرج هنا في مخرج هنا في مخرج. في التنفيذي لا ممكن ازود بقى ايه؟ البول بوكس بالشغل دي 12 متر او كل تو بندز. دول وظيفتهم تريح لي مرحله السلك بعد كده مش اكتر من كده. عندي بقى حاجات ثانيه برضه لو مسارات طويله قوي دي حاجات بقى صناعيه بيقعدوا يجتهدوا فيها ان يقول لك ايه؟ لما تلاقي السلك عندك مسار المسار طويل يفضل ترفعها كده كل فتره بالنص عشان لو
حصل في ميه بسبب ما دخلت تسرسب وتطلع منين؟ من الاوتلت بتاعتها. دي حاجات ايه فنيه صغيره كده بيحطوها من تحت لتحت. المهم بعد احنا بنخلص القصه دي ونحدد المسارات ونركب المواسير الفينشنج بتاعتها، احنا بننزل احنا كونسلتنت او حاجه او صناعيه بيعملوا بنستلم منه، تبقى بقى كنت مهندس موقع او كنت استشاري، تبدا تستلم منه على مخرج مخرج ان الماسوره ثابته عامل فيها جلو فعلا مثبت العده كويس، والماسوره فعلا زي رسومات المخرج الخارجي كلها محطوطه، مفيش مخارج ناقصه، مفيش ماسوره اتكسرت لسبب ما في المرحله دي، وانا مطمن من ده كله وخلاص تمام تمام. تخش في المرحله الثانيه، المرحله الثانيه بيجوا بعد كده كمان الحديد. الحديد ده بيعملوا حاجه اسمها رئتين، رئتين اول رئه اللي هي الطبقه الاولانيه بتبقى تحت خشب حديد، الحديد بيبقى في مسافه كده شويه مرفوع شويه، بعد كده بيعمل شويه كهرباء ويجي يتحط طبقه حديد ثانيه فوق. بعد كده يخش بقى الاسمنت يملى بقى كل ايه كل الفراغات دي. في ناس ثانيه بتشتغل المواسير دي، طب اقول لك ما تشتغل قبل ما تركب الحديد، انت ليه بتخلينا نركب حديد بعد كده اخش اركب؟ طب ما اركب خشب في مواسير بعد كده اخش الناحيه الثانيه زي كده. وعامل ده خشب لسه استنى الحديد عشان صعب على نفسي، يبقى الدنيا فاضيه وسالكه ايه اللي خلاني اخش جوه الحديد واصعب على نفسي واركب كده خلص على كده. تظهر معاك المنظر ده اهو معمول، نتائجه ايه؟ نتائج المنظر انت راكب على خشب على طول، يعني لو شويه اسمنت نزل فوق الطوب ماشي لو ما غطتش انت مركب الخشب على المكان، لما تيجي تشيل الخشب تلاقي المنظر ده، انت برضه ايه الضرر برضه في حاجه زي كده؟ هقول لك انا الضرر، الضرر في وضعيه زي دي طبعا من دي كده مركب وضعيه زي دي انت مركب عليها وعلى طول، في المفروض بعد كده احنا في البروجكت بتاعتنا بيحصل ايه؟ في سيستمز ثانيه بتخش، اتفقنا خلاص طبعا ان هو هنا يكون الشعور سكن كان الطبيعي بتاعي، في ناس ثانيه تخش وتركب حاجات بعديك اللي هو النقطه على التكييفات، واحنا هنركب تريهات وترادات حاجات بتركب ازاي؟ يبدا يخرب بلوسكوف عشان يغطي المتياش، المتياش دي ينزل منها حاجات تثبت عليها حاجتك، فكان انت قلت على مسافات قليله كده لازق في السقف، اي تخريب هتحصل هيحصل ايه؟ هتقعد تخرب لك مواسيرك، لان انت هو تحت مش شايف، راجل مش ما يصوتش، راجل ما يصوتش، بس هو كل ما تلاقي لو انت طبعا دي عشان باينه، لكن مثلا بيس زي كده مش باينه، حاجات ثانيه مش باينه، لكن هي لازقه جدا في على الوش الرئيسي تحت، ايه اللي يحصل؟ مجرد ما يبدا يخرم عمال بوظت في ايه؟ خرمت ايه؟ الخرم ده كده كانك سددت الماسوره، فباظت يعني، فدي عمل لك ايه مشاكل بعد كده. فاحنا الافضل انك تعمل ايه؟ انك تبقى لازق نفسك فوق الحديد. ليه؟ لان اصلا الحديد ده مش لازق في الخشب، الحديد ده في مسافه بينه والخشب بتاع حوالي 5 سم. بعد كده تخنت الحديد نفسها وانت شغلك فوق الحديد ده كله. فاحتماليه ان الخرم يصيب الماسوره بيبقى يعني نادره جدا، الا بقى لو واحد بيه عايز يعدي السلابه، ده قصه ثانيه ربنا يسهل. لكن الطبيعي انت كل ما لك انك مش بتمنع الضرر بس بتقلله قدر المستطاع. فنتائجه انك لازم تطلع ايه؟ فوق الحديد او تبعد عن التركيبات الثانيه اللي بعد كده، دي من ضمن الاسباب اللي موجوده معايا انك بتحمي شغلك قدر المستطاع، لان احنا هدفنا نعمل ايه؟ احنا بنعمل ده مش شغل. لا ده حجز مكان للشغل اللي انا لسه عايز اعمله اللي هو سلك الكهرباء. كل ده عشان اعمل ايه؟ عشان اوصل الكهرباء بتاعتي. اوصلها فانا بحجز مكان. لو مكان حجزته ده راح مني كل ده راح مني بعد. خلاص؟